هي كاميرا خفيفة بصراحة، تحسها فيها برشا عنف فهمت، وبرشا اعتداء على معناتها كرامة الناس، شيء ضرب وتعنيف وسلاح و ونعرفش وراهينة وكرشنية. الكاميرا الخفية في القنوات التلفزية في تونس. اي عجبتك ولا؟ شيء خلف العادي. في ورطك اهو ولا براكاج برا برا ومش باهين الكل. عليه ما همش باهين. فما شوية زلزال هكا شوية برا. شنو معناتها اللي خلاك؟ براكاج مثلا فكرة خايبة، شنو بوليسية وسلاح وفي حرب نحن الرجل وفاجعين وما يجيش. فهمت؟ ولا زلزال ابرك شوية. حاجة بيه وكهو معناها بيت القفاس تفرج. والله بالنسبة لي أنا نهار يوم طول العباد، واحد يمشي يموت في حكاية من حكاية الأول. هما المحلة بدعوا بحالهم سنين ياسر ياسر. عجبتك الفكرة ولا؟ أي هي تحفونا معناتها كيما الرهينة ولا حتى الزلزال زاد هذاك سياسي اللي شاهد الكل معناتها معناتها فازة طيارة ياسر معناتها برابور لآخر. ثم حالات اللي هي ما يلزمهاش تعمل. ثمان اسم مرضى عندهم قلب، ثمان اسم مرضى عندهم السكر، ثمان اسم فهمتي تعمل لي انت حالك هكاك هستيريه وتجيب تقول لي هاو زلزال وهاو ورطه وهاو كذا، ومن بعد يمشي فيه ضحيه يجيبوا سفير ولا يجيه مرض اخر قال لكم شكون بيه هذاك عنده صغار وعنده عائله باش يبقى شنو باش تضحك الناس، ومن بعد انت باش تلهى بيه السيد هذاك تمشي تداويه مش باش تداويه. حتى واحد ما ظهرليش كان يتمنى شر الغير فهمتني؟ حاجة خفيفة تقراها من الأول تناقشها في لجنة تضر البشر ما تضرش، أي ممكن حتى اللي تجيبها من الآخر على الأقل تعمل لهم فيزيت ميديكال قبل ما تحطها مع السين تبدأ تخدم في خدمتك، مش تجيب ناس فهمتني مريض الله أعلم بيه وتقول لك هيك ما تشوفش التصوير تقول هاو لابس ولاباس وصح من الآخر تنجم تقول عنده برشا أمراض ما يحبش يظهرها، فما الناس ما تحبش تكشف أمراضها سبحان الله. كل إجرام براكاج وسلاح وبوليسية وعارف شنو ورطة كيف كيف مبنية زاد على على حاجة إجرام نعرف شنو فجعان الناس مش بالطريقة دي حاجة بيه عجبتنا الناس كل هاي بيه كاميرا خفية ماشي وتدور حالتها ياش ما عجبتكش يعني الفكرة لا ما سنالة أفكار الأفكار موجودة مش قاعدة تتجسد يعني عطينا كما قال لك فكرة يعني لازمها تكون حاجة بيها ما مش يعني جيني تزني في باتو تجبد عليه سلاح عندي القلب انا ضاع عندي سكر طلع ضخ انت عندي كاميرا كشيء من غير ما يضره حد من غير ما تاكلوا قدره من غير ما يمسوله من كرامته اكثر ديجا في تونس ثم ممثلين وثم فنانين عملوا معناتها قضايا ضد معناتها انواع من الكاميرا كشيء هذيم دونك بصراحه طاح برشا مستوى حتى معناتها الكرياسيون فهمت ما فماش كرياسيون قويه حصر على روفوكا.